لما حلوت المخرجين بطلوا يطلبوها، كانت دايماً بتقوم بدور ست مش حلوة أو ست نكدية، وكان المكياج الأوفر بيساعدها توصل الإحساس ده، لحد ما في يوم قررت تغير كل ده بقرار مصيري. هي الفنانة عائشة الكيلاني. ولدت 28 فبراير سنة 1954، حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للخدمة الاجتماعية سنة 1976 وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل سنة 1987، وكان ظهورها بس على الشاشة كفيل إنه يخرج الضحك اللي جواك. كانت دايماً بتقوم بدور الست الوحشة اللي دمها خفيف، وكانت ناجحة جداً في الأدوار دي لدرجة إنها عملت أكتر من 100 عمل، ومن أهم أفلامها سيداتي أنساتي، الإرهاب والكباب وغيرها كتير، ومن المسلسلات أرابيسك ورأفة الهجان، وآخر أعمالها التلفزيونية أبو ضحكة جنان سنة 2009. وبعدها أخدت قرار غير مجرى حياتها. الحقيقة أنها زهقت من دور الست الوحشة ولجأت لعمليات التجميل، وحسب ما قالت في أحد البرامج عملت 30 عملية، وده كان كفيل أنه يغير شكلها تماماً ويمحي الشخصية اللي كلنا اتعلقنا بيها وكل الناس بتحبها من التسعينات، وشافوا شخصية جديدة يمكن صحيح أحلى لكن مش هي اللي تعلقوا بيها طول السنين اللي فاتت. ومن هنا بدأ الفراق بين عائشة الكيلاني والشاشة، واللي بنتمنى إنه ينتهي قريب وترجع تاني الفنانة عائشة الكيلاني تنور الشاشة من جديد بضحكتها الحلوة وإفهاتها اللي بتموتنا كلنا من الضحك.